السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، محاضرتنا اليوم راح تكون عن treatment of bleeding I mean pathological bleeding. طبعا واحد من الفارماكولوجيكال دراجز that are used for treatment of bleeding هو الفيتامين K. انتم ماخذين الفيتامين K، هو واحد من الفات سوليبل فيتامينز اللي هي synthesized by bacteria that found in the human intestine، ولذلك بما انه fat soluble فيحتاج هنا bile salts حتى يصير normal absorption of this vitamin. لذلك اذا كان عندنا mal absorption syndrome وحيسوي لنا vitamin K deficiency ممكن bleeding tendency. ال vitamin K حقيقة اللي موجود الناتشرال موجود بالبادي هو vitamin K1 اللي اسمه الفايلوكوينون، وعندنا vitamin K2 اللي هو الميناكوينون. طبعا دول synthesized by bacteria that found in the intestine of the human being. ال K1 طبعا ممكن موجود مصنع على شكل oral وparenteral form. نخلي ببالنا انه ال onset of action of vitamin K يحتاج تقريبا 6 ساعات، وال full effect يحتاج 24 ساعة يعني delayed effect. طبعا هذا الا ان يصير هذا الوقت يعني خلال 24 ساعة، هذا الوقت هو نحتاجه حتى نسوي production بالprothrombin activity اللي هي induced by warfarin overdose. ولذلك vitamin K it is a drug of choice for treatment of warfarin toxicity. طبعا خلي ببالنا ايضا بالadministration of vitamin K in general اذا اعطيناه IV لازم يكون slow intravenous infusion. ليش؟ لان ممكن يسوي لنا anaphylactic reaction، فممكن يبين على شكل dyspnea, chest pain and back pain and even death، يعني respiratory failure. الميكانيزم اوف اكشن طبعا كلوتينج فاكتور اللي هم 2 7 9 10 بالاضافه لبروتين اس وسي، دول يحتاجون فت فاينل ستيب يسموها جاما كاربوكسيليشن اوف جلوتاميك اسيد ريزيدجو. يعني ما يصير لهم اكتف فورم اذا ما يصير جاما كاربوكسيليشن مثل ما موجود بالصوره. هذه هي عمليه الجاما كاربوكسيليشن اوف كلوتينج فاكتور. هنا شوفوا هذا نن اكتف، هنا الاكتف فورم باي جاما كاربوكسيليشن اوف جلوتاميك اسيد ريزيدجو. شوفوا هنا نحتاج الفيتامين كي البازمات او الفيتامين كي ايبوكسيديز انزيم، هذا راح يحول لنا النن اكتف فورم الى اكتف فورم. هو هذا المود اوف اكشن اوف فيتامين كي. طبعا البريبريشن موجوده عندنا الفايتومينودايون اللي هو K1 مثل ما قلنا، هذا البريبريشن اللي هو يشتغل خلال 12 ساعه ويوز بالامرجنسي. ليش؟ هو تقريبا اقصى واحد يعني اسرع واحد بالانست اوف اكشن. المينودايون صوديوم فوسفيت اللي هو هذا نيو بريبريشن اللي هو يسمونه فيتامين K3، هذا ووتر سوليبل. شوفوا هنا هذا هنا فرق عندنا، ففائدته وين؟ من واحد عنده مال ابزوربشن سندروم يعني ما يحتاج لهاي ليبيد كونتنت اوف فود حتى يصير ابزوربشن، بس هو مشكلته انه هو يحتاج تقريبا 24 ساعه حتى يطلع الايفكت مالته، ولذلك يعني ما نستخدمه بالوارفارين اوفر دوز، نحتاج واحد اسرع فنستخدم الفيتامين دايون. زين طبعا واحده من السايد ايفكت مالت الفيتامين كي ممكن يسوي لنا هيموليتيك انيميا، هذا ك انفلاكتيك شوك يعني حقيقة وإديوس هي نكرتك إفكت، ولذاك هو لازم يعني ما نستخدمه باليونيت. ليش؟ لأنه ممكن يسوينا يعني كابنيك ترس. زين خاصة عندهم هستي مال G6PD جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم ديفشنسي. طبعا الاندكيشن مالت الفيتامين كي ان جنرال هيموراجيك ديو تو كومارين يعني الوافرين وجماعات انتي كوغلنت، هيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن هذا ديو تو ديفشنسي اوف فيتامين كي، بعد هايبرثرومبينيميا due to malabsorption syndrome حكيناها قبل شوية. الفيتامين كي deficiency ممكن يصير دول اللي هم يدخلون المستشفى فترات طويلة يعني hospitals intensive care unit خاصة. ليش؟ لأنه poor diet, parenteral nutrition, recent surgery ممكن هماتين, multiple antibiotic therapy واليوريمي، هاي كلها risky من للفيتامين كي deficiency، فهذول معرضين يكون عندهم bleeding tendency وذلك ينطي هاي المجموعة من المرضى. السكند يعني لاين فور تريتمنت اوف بليدنج عاد الفيتامين كي هو البلاد ترانسفيوجن، طبعا نستخدمه بالاكيوت هيموريج. عندنا الثيرد اللي هو الامينو كابروك اسيد ترانكسامك اسيد، دول حقيقه مود اوف اكشن هو باي انهبيشن اوف بلازمينو جين اكتيفيشن، واذاك شو راح يصير؟ ما راح تتحلل الخثوة عندنا فيقلل البليدنج ريسك. طبعا ترانكسامك اسيد تقريبا 10 مرات مور بوتنت ذان
امينو كابوريك اسيد، يعني بوتنسي مالته اعلى، والسايد افكت مالته طبعا متوقع انه يكون انتبه فاسكولار ثرمبوسس. طبعا الاندكيشن مال هذول اللي هم تراكسامك اسيد والامينو كابوريك اسيد، يعني شوفوا رقم واحد مثلا هايبر بلازمينونيميك يعني ليفل، هذا شو وقت يصير؟ من يصير عندنا سيرجري بسيرتن تشو اللي هي ريتش ان بلازمين، مثل من بالبروستيت تونسيلكتومي بالمينورينجا، هذه التشوز يعني راح تفرز لنا هواي بلازمين، فممكن تعرض لنا البيشنت للبليدنج، فنستخدم هذول الجروب. بعد بالهيموفيليا شافوا افكتيف ثلاثه، نستخدمه كانتيدوت المن للفايبينوليتيك ثيرابي، يعني بلازمينوجين اكتيفيت انهبيتر، مثل الستبتورايسين انستابليس هذا الى اخره. زين، عندنا بروفلاكسس اوف في بليدنج من الانتراكرينال انيوريزم، هذا اذا دايجنوز باي ايمجينج تكنيك. بعد بلاج سوري بلادر هيموريج، طبعا هذا سكندري تو راديشن او دراج انديوس ستاتس، مثل من سايكلوفوسامايد دورات تساعدهم بليدنج فروم ذا بلادر، فنحتاج نعطيهم التفانكسابك اسي عن بلازمولوجين اكتيفيتر انهبيترز. وبالانجوديما اللي هي تايب اوف الرجي، طبعا يصير عندنا سوالينج باللبس وهاي، فشافوا ايضا افكتيف بتريتمنت اوف انجوديما. السايد افكت طبعا اكيد انترا فاسكولار ترمبوسيس، ممكن يصير عندنا دايركت دراج adverse effect مثل hypotension, myopathy, abdominal scarring, diarrhea, nasal stiffness and so on. ال contraindication إذا patient عنده history أو عنده present DIC، يعني disseminated intravascular coagulopathy أو genitourinary tract infection، خاصة إذا كان من upper tract عشان نخاف ليس عندنا excess clotting. أوكي، ال protamine sulfate هذا طبعا هو ال antagonize the effect of heparin، يعني هو الانتيدوت مالت من مالت الهيبارين. طبعا السايد افكت مالته ممكن يكون هايبر سنسيتي ديسنيا فلاشينج هيباديكارديانس، يعني كلها بينما الالرجي. هذا الجروب كان كله ديو تو دراكس، يعني شفنا الوافرين شو يسوي، الهيبارين شو يسوي. هسه عندنا اذا كان بليدنج ديو تو اوتو اميون ديس اوردر، مثل من ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينك بيربرا اي تي بي، طبعا هنا الكوز مالته هو ليش يصير عندنا بليدنج، لانه حيساعدنا potentiation of autoantibody against thrombocytes، فراح يصير low dysfunctioning low destruction، وبالنتيجة راح يقل عندنا capability of coagulation، فبالنتيجة يصير عندنا bleeding. طبعا المين lines of treatment بهيجي disease اللي هو idiopathic thrombocytopenic purpura هو corticosteroids، ليش؟ لانه هو immune suppressing effect، وطبعا side effect ما تعرفوه. السكند اللي هو ال RHOD، يعني هو ال NTD antibody، زي يعني هذا طبعا مكاز مالته not well understood، بس شافوا يسوي neutralization انمن لل auto antibody direct against thrombocyte. ثلاثة immune suppressant، مو بس الكورتيكوستيرويد، مثل الازاثيبرين المايكوفينوليت موفتيل، هذا هو immune suppressant. والانترافينوس immunoglobulin ايضا شافوا هذا كان neutralizing drug for auto antibody. طبعا عندنا another line for treatment of ITP هو يسمونه thrombopoietin receptor agonists، هذا شي يسوي يعني من اسمه thrombopoietin يزيد لنا الاكتيفيتي مالت thrombopoietin receptors حتى يزيد لنا الفورميشن اوف thrombocytes. فعندنا romiblostim والترومبوغان سوري الترومبوغ، هذا الاثنين اهم شيء عندنا الناس الموجود حاليا هو romiblostim، هذا stimulate platelet production in the bone marrow، طبعا given by subcutaneous injection. It is effective، شوف هنا خلوها ببالكم، it is effective in treatment of chronic not acute، يعني اذا اجانا واحد acute ما يفيدنا romiblostim، فهذا يفيدنا for maintenance therapy of ITP. طبعا side effect مالته ممكن يسوي headache joint muscle pain. الدابسون مثل ما تعرفون هذا واحد من السلفون دراجز اللي هو يستخدم بالتريتمنت اوف لبروسي بالملاريا بالروماتويد ارثرايتس، هو طبعا هنا يستخدم كسكند لاين تريتمنت فور اي تي بي. الريتوكسيماب كمونو كلونال انتي بودي، هذا شيء يسوي؟ هذا يعني هو انتاجونايز السي دي 14 بي سيل سيرفيس انتيجين، طبعا هذا راح يقلل الاكتيفيتي مالت البي لينفوسايت، وبالنتيجه راح يقلل الاوتو انتي بودي production. وحاليا هو يستخدم كالترناتيف المن اذا بيشنت يعني واصل الى مرحله انه لازم يشيل السبلين سبلينكتومي، فهذا ممكن يفيدنا يقلل لنا هذه الشانس. Thank you very much for your listening. موفقين ان شاء الله.